هلا بدنا نروح للموسيقى وتحية من قلبي إلى حلب لسوريا عصام ذي الأبية. هيك قدم نفسه المطرب صفوان العابد ثم ركع على المسرح الأوبرا سوريا بدمشق عام 2015. هو ابن حلب، صوت حلبي أصيل، غنى الموشحات العريقة والقدود الحلبية وأبدع. بصرنا اليوم نرحب وشاركنا صباحنا غير الفنان صفوان عابد. أهلا وسهلا فيك، صباحك حلبي. صباحكم خير وسعادة وفرح، صباح النصر لحلب ولسوريا بشكل عام، وبقلكم يسعد صباحكم هالصباح الجميل هاد من فصد حلب. من فصد حلب، هي كمان مصطلح جديد. يسعد صباحك استاذ صفوان، يعني نحن اليوم هيك سعيدين تكون جنبنا بهذا اليوم، نسمع منك شيء واكيد اكيد نصبح على المشاهدين باغنيه من حضرتك. هي اغنيه او مثلا هيك موال او قصيده؟ يلا تفضل كلنا سمع. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثرت في خده أثرا، عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. يا ليل 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 يا ليل. القرصية منين منين اللي سقوها بدمع العين؟ القلب ما يهوى تنتين وبده وحدة حلبية. يا سيدي طعماني القراصية، طعمته طعماني القراصية، زوالف يا ابو الزلوب زلفة يا عيني بين الشفايف عسل نقط على إيدي. يا عمي خدني معك أحلب لا تفرج، وانزل عسوق الحرير واشتري لك لا اتفرج، كشفت على صدرها قالت اتفرج، دكان تاجر فتح يا نظر عيني. يا عمي خدني معك عالشام لا تفرج، وانزل عسوق الطويل واشتري لا اتفرج، او كشفت على صدرها قالت تعاد فراش، دكان تاجر فتح يا نظر عيني. صباحكم حلبي بامتياز. سعد صباحك عن جديد. يعني استاذ صفوان، نحن بهالايام عم نعيش ذكرى انتصار حلب، بمثل هالايام عاشوا الحلبيين هالذكرى من سنتين. نعم.
شو كان دوركم كفنانين خلال هالسنوات الصعبة؟ دور الفن والطرب الأصيل، الحفاظ على الحضارة، على الثقافة، على جو الفرح اللي كانت الناس دائماً تلجأ له لتأخذ شوية غذاء للروح. صحيح. هلأ بالنسبة للأزمة والغيمة السوداء اللي مرت، والحمد لله، والأيام اللي السوداء اللي راحت اللي مرت على حلب هالسنوات السبعة العجاف، فالحمد لله يعني إنه رجعت تدريجياً الأفراح وال 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 والأماكن الطربية وال يعني بشكل عام جيد، منقول ما منقول جيد جداً لحد الآن، منقول جيد، بس بقى مرت أيام كتير صعبة على الفنان وعلى غير الفنان بحلب. فأنا من الناس اللي ما غادروا حلب نهائياً، طبعاً إلي الشرف لأنه أنا ما بترك مدينتي، اللي بيترك مدينته هو بيترك بلده بالكامل. فهي طبعاً بقعة جميلة جداً في الخارطة السورية، هي حلب أم الاقتصاد وأم الفن وأم الأدب. فطبعاً ما بنقدر نتركها لأنه هون جزورنا وهون حضارتنا، واللي بيعيب جزوره وحضارته فهذا إنسان ما بيستاهل يكون بهالبلد لحد الآن. فهالسورية طيبين وحلب طيبين، أهالي حلب ناس طيبين، وطبعاً ما بيختلفوا عن باقي المحافظات السورية بطيبهم وأدبهم وأخلاقهم ومحبتهم لأرضهم ولمدينتهم بالذات. فالحمد لله القذائف كانت هون محل ما أنا قاعدين، أنا أجي أتصور هون خلسة خوفا من القناص أو إلى آخره، أتصور هون خلسة، أدخل من شارع لشارع أنا والفنان غسان مكانسي صديقي، نتصور ونهرب ونحط على الفيس حالات حلوة كتير. فهي كانت رسالة للجميع أنه نحن موجودين رغم كل شيء وما راح أكيد نطلع أكيد. وهي نحن هون اليوم، وهي نحن هون برغم كل شيء قدر طبعا جيشنا البطل. خلينا نرجع نعود هون مرة تانية طبعا تحية أمام ساعة باب الفرج. حضرتك من الفنانين اللي شاركوا بأولى المهرجانات اللي احتضنتها قلعة حلب بعد عودتها، أهمية هذا المسرح وخصوصيته لكل فنان بسوريا وخصوصا لابن حلب. هلأ أنا برأيي يعني أولا عدنا الشيء اسمه مسرح القلعة، فأنا برأيي بي 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 طبعا بمضمار آخر أنه يجب على أن يغني في القلعة، يجب أن يكون قلعة في الغناء. ولا شك طبعا جمهور حلب الغفير كان فورا لأنه أوام وبوقت قصير جدا بيستعيد البسمة والفرحة وبيتذكر الماضي الجميل. فكانت حفلات كتير رائعة وكتير مهمة وكتير حلوة. فأنا بدي أوجه تحية كبيرة، لا تحية كبيرة للجيش العربي السوري اللي خلانا نحن بهالوقت نقعد هون. ساعة كمان تحية وهي الساعة هي ساعة باب الفرج الساعة الأسرية الرائعة اللي هي كمان رمز من رموز حلب. نعم. شو بدك تغني اليوم لحلب وللجيش العربي السوري؟ شو بدك تهديهم غنية؟ خلينا نسمع منك هيك شيء عن الصبح بمناسبة الانتصار. أنا السوري وأرضي عربية، أنا شعبي بطل الحرية، سمائي وأرضي ومائي، أبيها أبيها أبيها، أنا سوري وأرضي عربية، أنا شعبي بطل الحرية، سمائي وأرضي ومائي، أبيها أبيها أبيها. أبيها أبيها أكيد أكيد. يسعد هالصوت. يعني دايما أستاذ صفوان عطب نيجي على حلب
ما فينا إلا ونقول أستاذ صفوان العابد حضرتك اسم وصوت طربي أصيل، وين ما رحت بنتذكر المقامات اللي حضرتك انشهرت بغنائك إلى أهمية وأحياء التراث الفني الحلبي خلال هذا الوقت، وأنت كان لك دور كبير بهذا الموضوع. صحيح. بالنسبة للتراث، نحن من حفظة التراث ومنقيمه صح، اللي أخذنا مما سلف إنا من 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 تعليم ومن علم ومن غناء من موشح ومن دور ومن قصيدة ومن مقامات ومن إيقاعات مركبة وإلى ما شابه ذلك إلى آخره. فنحن هون في شغلة كتير مهمة، نحن عم نحافظ على التراث من الاندثار أولا، وعم نعلم الأجيال مثل ما تعلمنا، عم نعلم الأجيال ليحفظوا هالتراث. وأي إنسان هلأ أنا قاعد هون، أنا بنادي لأي حدا ماشي حلبي بقول له غني، بيغني، ممكن ما يعرف موسيقى أو عزف أو إلى آخره، بس هاي جينات عنا هون ميت حلب. لقلك على فكرة أحياناً بيقولوا ميت حلب أو الهوى، لا، هذا في شيء اسمه جينات من أيام طريق الحريق. أنا عم بشرب من مبارح مي أنا وسلمى وما صار صوتنا حلو. لا على كل حال يعني أنت صوتك بالإلقاء جميل جدا وحلو، ما ضروري تغني، ضروري هالحضور الجميل أنتو ما شاء الله عليكم. وفن الإلقاء هي شغلة، هي فن بحد ذاتها. صحيح. وكأنك أهم من مغني أو مغنية. تسلم لنا كلك ذوق أستاذ صفوان. يعني كمان خلينا نحكي عن مقامات النهواند للشيخ علي درويز، أبرز شيوخ الطرب بمدينة الشهبة، موشحات الشيخ عمر البطش على مقام النهواند. خلينا نحكي على أحياء التراث الحلبي، وخاصة أنه اليوم يمكن صار في مزج الموسيقى العربية مع الغربية، صار ما في بصمة للموسيقى. كيف فينا نحن كفنانين حلبيين نحافظ على هذا التراث اللي كان محبب بكل أنحاء الوطن العربي؟ تماماً. أولاً هلا انا درت بلدان كبير كتير كتير، يعني 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 تقريبا نص انحاء العالم. اليوم وقت اللي بيغني المغني الجديد او الغنية الجديدة ممكن استعمالها شهرين ثلاثة ستة، انا عملت شيء غنيته مثلا باي دولة في العالم، بس وقت اللي بغني تراث والنمط الحلبي تماما، الناس فورا انا برجع لها القلعه قدامها، برجع لها حواري دمشق القديمه، برجع لها الاثار، برجع لها كل شيء بذاكرتها. وهذا التراث متوارث، يعني ما بيموت ابدا. اي غنيه جديده ممكن تخلص وباي باي. صحيح. بس بقى هذا يعني هذا شيء تراثنا اولا وحضارتنا عم نشتغل فيها. فعلى هالأساس الشيخ عمر البطش هو وضح الموشح الحقيقي في العالم العربي أو في كل أنحاء العالم عن باقي الموشحات والمألوف، المألوف التونسي أو الموشح المصري. فالشيخ عمر البطش حط قواعد للشيخ عمر البطش أو الشيخ بكر الكردي أو الشيخ علي الدرويش أو الشيوخ. نعم. طبعا ما ضروري يكون شيخ، هو الشيخ طرب مثلا، شيخ صنعاء، فعمل خانه، عمل دور ودور وخانه وغطاء للموشح. الخانه اللي حطها عمر البطش، هلا في شيء مصري مثلا شادي الالحان، مصري للشيخ سيد درويش، فبينوا وظهروا اهم هو الشيخ عمر البطش، حط له خانه، شيء اسمه خانه ميزه. فالموشح الحلبي والوشاح الفذ الشيخ عمر البطش الله يرحمه هو اللي أسس شيء اسمه موشح صحيح في سوريا وفي جميع أنحاء العالم العربي. فعمل أول ما عمل مثلا عمل كثير موشحات، وعمل حتى شيء ديني صوفي وديني إلى آخره، بس عمل وصلة من مقام النهوان بيغنوه عمالقة العالم العربي، ما بيغنوها مثل أهل حلب، لأنه هذا في مثل حلبي بيقول عز الزيت بخان الزيت بمكانه الطبيعي. فعمل سبحان من صور حسنك،
عمل قلت لما غاب عني نور مرآك المصون شفني والله سقم فيه قد ذقت المنون. معلن نسمعهن نسمع شي غناء نحن كمان اليوم حابين نسمع صوتك. وعمل يا ناعس الأجفان يعني عمل كتير موشحات من مقام النهوان. طبعا هو مقام النهوان أصله هو مقام غربي نعم المينور، فلا العلامة الشرقية تبع الشيخ عمر البش تختلف. نعم هلأ مثلا قلت لما غاب عني نور مرآك المصون شفني والله سقم فيه قد ذقت المنون فيه قد ذقت المنون وعيوني من نحيبي جاريات كالعيون وجفون ما كفى ما جرى حتى جفون ما جرى حتى جفون هام قلبي زاد وجدي فمتى وصلك يكون غاب عن عيني ضياها غاب عن عيني ضياها يا قمر داري العيون غاب عن عيني ضياها يا قمر داري العيون يا قمر داري العيون. الله يعني اسلم هالصوت، يعني في احلى من هيك سلمى؟ لا عن جد يعني قاعدين بساحه باب الفرج قدام الساعه وصوت حلبي اصيل ما بدنا اياك انها توقف غني غني طيب نسمع أكثر نحن ما بدنا ياك توقف. يا ناعس الأجفان يا ليل 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 يا عيني حبك وكبدي برم بم 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 كفى بنا هجران يا ليل 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 يا عيني قد ذبت من واجدي جفاك نار حارمان ثم الرضا جنة يا عيني في خدك الجل نار يا سيدي ليلي ليلي يا عيني قطفه سنة برم بم 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 نهواندي بي بالشعار رمل فأطربنا وانشد حجاز الكار يا روحي ثم نهى وندي. الله الله طبعا هذا الموشح قليل من يغني قليل جدا لأنه هذا بآخر عمل تقريبا من أعمال الشيخ عمر البطش. طبعا أنا حافظ حوالي فوق 1000 أو هيك هالتقريب من هالموشحات الجميلة لأنه ولا لا ما ضروري إنه لحلبي مثل عدنان أبو الشامات الدمشقي مثل زهير منيني الدمشقي طبعا من أجمل الألحان الراقية المهمة المحترمة. نعم أستاذ صفوان يعني باليوم مثل هالايام لما تحررت حلب وانتصرت على الارهاب بفضل الجيش العربي السوري اول شيء اجى على بالك غنيه تغنيها كونك فنان شو حسيت هي الحماسه شو لك كنت حسيت انه لازم تخيلت مشهد انه لازم اوقف وغني بنص شوارع حلب هي الغنيه سيبوني يا ناس سيبوني يا ناس سيبوني يا ناس
بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح، سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح، ده غزالي وفاء عزالي وخلاني لوحدي أروح، سيبوني. وكما بعتلو تراجي تراجي ولم يبل رجايا، أعمل وأنا وأنا بملو بسره مقدرش أروح، سيبوني. فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لامع خدا يابا مدري القمر فوق، فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لامع خدا يابا مدري القمر فوق، والله مغذبني والله ابو عيون الحلوه. سلم هالصوت، سلم هالصوت، سلم هالصوت. يعني نحن مانا يعني ما رح نقدر نشبع اكيد من هذا الصوت الحلبي الاصيل ومن هاي القيمه الفنيه. بدنا نرجع نشكرك مره ثانيه انك انت موجود، ودائما الفنان صفوان العابد بيكون موجود باي امسيه خاصه بالاعلام الوطني، بيكون موجود بيلبي الدعوه. بدنا نشكرك كثير. واجبنا والتلفزيون ان هذا تلفزيون السوري الحبيب العزيز على قلبنا، واثنين بقلكم يسعد هيك صباحاتكم كلها، وصباحكم نصر دائم ان شاء الله. صباحك نصر. هيك بشي صغير ودعنا فيه قبل ما نختم الحلقه، بشي صغير كثير ودعنا فيه. ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا سلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. سلم هالصوت. بقيانين معكم يوم الاحد بحلب ما رح تبعد اكيد. شكرا. اولا هي مدينتكم. شكرا لك. والشام مدينتنا طبعا. انا روحي بحلب بس قلبي بالشام اكيد، طبعا بدمشق الحبيبه العزيزه. وبوجه تحية لكل الجيش العربي السوري بدون استثناء، ولقيادتنا الرائعة اللي الحكيمة اللي أوجدت هلا هيك قعدتنا هون الحلوة، كانت سبب كبير طبعا. وبتشكركم وبتشكر مجيئكم لحلب اللي هي مدينتكم طبعا. نعم. وأنا ضيفكم. شكرا على وجودك معنا، يعني مع هالصوت الأصيل الحلبي سلمى. بيكون ختام مسك